كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك؟ أسبوع ساخن ينتظر الذهب، العديد من الأحداث يلي حصلت الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي رح تأثر تأثير مباشر على الذهب. أيضا شهدنا الأسبوع الماضي أقفال أسبوعي سلبي على الذهب، شو هي الأماكن يلي ممكن نضارب عليها؟ كل هذا رح نناقشه بالتفاصيل. إذا حابب تحصل على توصيات مجانية على الذهب وعلى الفوركس عموما، رح تشترك عن طريق منصة إكسنس ورح تحصل على توصيات مجانية. كل يلي عليك أنك تودع أقل مبلغ 500 دولار، ورح تدخل بشكل مجاني مجموعة التوصيات وتتواصل معي تليجرام إن شاء الله. خلينا ننتقل للتفاصيل. بس قبل ما نبدأ الفيديو خليني أعرفك على أقوى منصة تداول في الوطن العربي، منصة إكسنس. هي منصة لتداول الفوركس وفيها أصول كتير، ما فيها رسوم تبييت للصفقة، وأقل إيداع في المنصة بيكون 10 دولار فقط. تقدر تتداول فوركس وذهب وعملات رقمية أيضا، وبتقدر تستفاد من التوصيات المجانية إذا حطيت رمز الشريك عبدو أسفل البريد الإلكتروني وأسفل كلمة السر. توصيات مجانية للأشخاص يلي مسجلين عن طريق رابط إحالتنا يلي راح تشوفه بالوصف وراح تشوفه أسفل الفيديو. شمعة أسبوعية سلبية على الذهب أخذت سيولة الشمعات السابقة، وللأسف أقفلنا بشكل سلبي يلي نبهت عليه أنا على قناة التليجرام، إنه في عنا دايفرجنس واضح على فريم اليوم. لا شراء الآن بالذهب لما كنا على مناطق 2470. هذا هو منشور التليجرام. أتمنى إذا حابب أنت تحصل على هيك تحذيرات، تحصل على إشارات بالبيع والشراء، أنك تنضم عن طريق رابط إحالتنا وتنضم لمجموعة الفوركس المجانية على التليجرام. إذا دايفرجن سلبي ترجم على هبوط. لو كان دايفرجن سلبي ترجم على حركة عرضية ممكن نحكي عن إبطال مفعول الدايفرجنس، لكن للأسف ترجم على هبوط سريع. شو المناطق يلي ممكن ضارب فيها على الذهب؟ الذهب حاليا وصل لمناطق طلب، لكن ليست مناطق قوية يوجد فيها المشترين بشكل قوي. المناطق يلي بيتواجد فيها المشترين بشكل قوي هي مناطق 2350-2313. لحنا ضمن قناة صاعدة، لمسنا أعلى القناة الصاعدة وممكن نتوقع زيارة ل 2313، لكن ما رح نتوقع زيارة مباشرة، لازم يكون عنا ردة فعل لكل موجة الهبوط يلي صارت. لا سيما في عنا أحداث جدا مهمة صارت، انسحاب بايدن من الرئاسة، وأيضا عنا الأسبوع الحالي ايضا اخبار جدا مهمة. ردة الفعل على الهبوط يلي حصل على الذهب من الطبيعي جدا انه نستهدف مناطق 2430-2428. لازم ما نتجاوز هالمنطقة، ما نغلق عليها حتى نتأكد من الهبوط والتصحيح. لكن التصعيد بين اسرائيل وبين اليمن للأسف ممكن تغير كل نظرتنا للتحليل، وممكن نتوجه الذهب للصعود. راح نراقب الافتتاح راح يكون قوي او ضعيف، وكيف راح يتعامل الذهب مع مناطق 2430 يلي بشوفه انا من وجهة نظري الاقفال عليها راح يلغي سلبية الاسبوع الماضي. مهم جدا نشوف ثبات، استقرار، تداول جانبي، اغلاق شمعة يومين اقل شيء اعلى مناطق 2430 حتى افكر بشراء الذهب. لكن طالما احنا اسفل مناطق 2430 للاسف الذهب سلبي على فريم الاسبوع، ممكن يستهدف 2350-2310. هذا هي اهدافي السلبيه للاسبوع القادم. بتمنى انها تتغير نظره، وبتمنى انها تعمل دراسه قبل ما تدخل باي صفقه بالذهب، لانه تحركات الذهب راح تكون عنيفه الاسبوع هذا. اهم الاخبار واهم الاحداث اللي راح تصير هالاسبوع، في عنا 20% من الشركات الكبرى الأمريكية رح تعلن عن أرباحها. أيضا صار عنا خبر اليوم انسحاب بايدن من الانتخابات رح يجعل الأسواق بفوضى. أيضا عنا خبر الناتج المحلي الأمريكي يوم الخميس، وهذا رح يشير أنه الاقتصاد الأمريكي أما قريب من الركود أو لا. وأيضا عنا بيانات تضخم يلي رح تكون يوم الجمعة مع نهاية الأسبوع. أسبوع حافل جدا، ورح نشوف تحركات جدا قوية. إدارتك لرأس مالك مهم جدا. أي صفقات شراء من هالمنطقة لازم يكون استوبلوزك أسفل مناطق 2380، أقفال شمعة 30 دقيقة أقل شيء أسفل هالمستوى. للأسف ممكن تتفعل نظرة هبوطية سريعا ويفشل نظرية الارتداد. لكن إذا شفت مع بداية تداولات الأسبوع شفنا هبوط إلى منطقة الطلب وشفنا ردة فعل قوية، ممكن نحكي عن بداية ارتداد وبداية استهداف مناطق 2430 يلي بتوقعها راح تكون منطقة هامة، لازم نشوف ردة الفعل. إذا عنا سيناريوهين ممكن يحصلوا، ممكن نشوف ضعف بالافتتاح، وممكن نشوف إعادة اختبار منطقة الشراء. ممكن ندخل صفقة والستوبلوز أسفل هالمنطقة باستهداف مناطق 2430، أو ممكن نشوف مع الافتتاح نشوف فجوة صعودية، وممكن نشوف صعود سريع إن شاء الله لمناطق 2430، وهون ممكن نجني الأرباح، أو ممكن نشوف تفاعل السعر، ممكن نسكر نص الصفقة. الخيار لك صديقي، لكن خليك حذر مع الذهب. الأسبوع الماضي أقفلنا أقفال أسبوعي سلبي، لكن الأسبوع الحالي في عنا أحداث جدا مهمة ممكن تغير تحركات الذهب. ممكن الأسبوع الحالي ستوب لوز لازم يكون حاضر بقوة مع تداولاتك الأسبوع الحالي. هيك وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى ينال إعجابكم. إلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.